مجسر الصويرة من المجسرات المهمة اللي تربط مدينة الصويرة ومرور المرور السريع في طريق كوت بغداد. الطريق واجه تحديات كبيرة، المشروع هذا وغير مشاريع أخرى تواجهت عدم وجود مادة القير والسيالي والوقود، لكن رغم هذه التحديات أنجز المشروع وبالأوقات المحددة إليه نتيجة تكاثف الجهود والعمل ليلا ونهارا للوصول إلى هذا الإنتاج. ها نحن نجني ثمار جهودنا بإنجاز الفقرة الثالثة من مشروع الممر الثاني لمدخل الصويرة، وهو التقاطع المجسر، بعد أن تم إنجاز طريق بطول 9 كيلومتر وجسر على نهر دجلة بطول 420 متر. على الرغم من الظروف التي مر بها البلد من أزمة حروب داعش والأزمة المالية خلال عام 2015، ونشكر الجهود المساندة لنا، جهود المعنوية المتمثلة بالسيد المدير عام دارة الطرق والجسور والسيد محافظ واسط، والدور الكبير للسيد النائب الأول لمحافظ واسط بتذليل العقبات أمام 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 مراحل العمل، وما باقي إلا أيام قليلة لإنجاز المشروع حيث تم إنجازه تقريبا بالكامل، وحاليا يتم وضع اللمسات الأخيرة لمراحل التأثيث المتمثلة بالسياج الوقائي وأعمدة الإنارة. Thank you.